يا اخوانا؟ البلد مقلوبة بره، مالكم؟ احنا جايين لحد النفوس. بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب، ومهما كان دليلته العمر. ها؟ رواق. عايز اعرف الثراء الفاحش اللي هو فيه منين؟ يا جرى يا كلاوي، احنا عمرنا سألنا الأسئلة دي. فيلا في مراسي ب 40 مليون جنيه. وقصر، سوري مش فيلا، قصر. وقصر في مارينا. حط لفه وسط. والله الواحد ما بيشيلش غير هم النبر بتاعكم ده. لو كل واحد يخليه في حاله. عايز اعرف بس خلي بالك الحاجات دي ظهرت من ساعة ما هو بدأ يبقى رئيس نادي الزمالك. صحيح. ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ ماشي. والمليار اللي في البنوك؟ بنك الاهلي. انا عايز اعرف هو جاب الفلوس دي منين؟ مالكش دعوة. مالكش دعوة. حاضر. ماشي. الأساتذة ولاده. هو بيشتغلوا ايه؟ مش عرفني وانا المحافظ. صحيح. ما شغلتهم ايه؟ استاذ احمد والاستاذ امير بيشتغلوا ايه؟ ايه شغلتهم يعني؟ قول لحضرتك، قول لي كده، هم بيشتغلوا ايه؟ قول انت بقى. والعربيات كل واحد مع عربيه ب 4 مليون جنيه دي بيجيبها منين؟ ما كفايه السواد اللي في قلوبكم دي، ما تنضفوا قلوبكم شويه. فاكر الفتره اللي كان يجي مدرب ويمشي مدرب ويمشي؟ ليه؟ انا عايز اقول ان هم يعني تكسبوا فلوس مش عارف اقول لك يعني ملايين. يا دي النيله، قروا بقى على العالم. عمر جابر في صفقة بازل 250 ألف يورو من تحت الترابيزة. وال 750 ألف دول يعملوا كام مصري؟ مين اللي كان بيروح يخلص الحاجات دي؟ ابنه. ال 400 ألف جنيه بتوع محمد صادق فين؟ هو اوعى تكون فاكر الفلوس اللي باخدها منك دي بحطها وديعة في ال HSBC. الإتاوة اللي بفرضها عليك دي لمصلحتك أولاً. كله بيصب عندك يا كبير. محمد إبراهيم صفقة ماريتمو برتغالي. عمرك شفت لعيب بيحترف بره الزمالك هو اللي بيدفع فلوس؟ اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. عايزين تعملوا مقارنه كده ما بين الاخ اللي هو رئيس النادي ده قبل ما يكون رئيس نادي الزمالك والثراء الفاحش. خلص من الكلام يا جدع. ده خلصان يا جدع خالص. لا احنا نبعت نجيب ابوه ونقول له على كل حاجه. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب يا رب. شوف علي معلول يوزع جول، جول اهلاوي. علي معلول ملك الحلول، علي معلول للراسية الذهبية. محمد عبد انا الملك يالا، فاهم؟ انا الملك. هنا انت هنا هتلعب تاني، معاك حاجه تاخد فيها؟ العب العب يلا حبيبي. اخوانا راجل هفق. العفو يا حاج هفق. ايه انا راجل هفق؟ لا يا حاج هفق ازاي؟ من فضلك انا راجل هفق. مش هفق يا حاج، انت عيب تقول كده. الله، انت ضايقني ليه؟ انا راجل هفق. انا راجل هفق. جاي منين؟ من الشغل. ومين اللي منجد لك ودانا؟ وايه اللي عامل فيك كده؟ يعني دي خناقه مع شويه كفار. تمشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير، تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. العيال دي لبسهم بدله التشريفه. لا ما تسيبهمش، روحوا مصر كده. وبعدين يا شيخ وحياه النبي خد بالك من الواد ده، اصله شقي قوي وعاجبني. شكرا. شفت عجبته؟ تاني مره بسمع كلامي. ها بسرعه والنبي يا ريس بقى لحسن انا بردان قوي. مين دلوقتي يا فهد المنطقه دي ضرب هذه لاختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ الله وفيها ايه لما يمد ايده عليك؟ فيها ايه اخوك الكبير وضربك؟ والله تضحك على ايه يا جميل؟ والله الاف حلو. الاف تاني ايه؟ تاني يا زكي، تاني يا هايف يا تافه تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك تاني. حسبي الله ونعم الوكيل. قعدت تقول لي احمي وشك احمي وشك، اتاري في حاجات تانية اهم كان لازم احميها. يا اخي انت اللي مش عارف تلعب، انت اللي غبي. انا زيلي بحرقان. الف سلام عليك، الف سلام عليك من الحرقان يا حماده حبيبي. انت كويس؟ شكرا يا باشا. تعيش وتاخد غيرها. بص لي كده. وهيكون غلط في ايه بس يا جوز خالتي؟ هو عارف. بتقول يا سلطان؟ ما يصحش، دي اسرار شغل. ولا تحب اقول؟ انت يا عم من الطريق وانا من الطريق ماشي. مش قادر
الكرة بالشحات، هذه خطيرة، الشحات قوية شوية، جاب حسين، جاب حسين، حاول يكتب حسين، الشحات عرضية خطيرة، والهدف الأول للنادي. ممتازة خطيرة، والفرصة والحارس والدفاع والهدف الثاني. الوداد جبران 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 الوداد، واحدة اثنين هربة خطيرة جدا، الوداد الوداد الوداد. مش عشان كده حاجة والله، كتر خيرك يا حاج مشاكري. عطية اللاعب يوزع جول، الكاس اتغني له. كده فكده خلصت، ما خلصتش، ده كده ابتدأت وهتولع. هي الهجوم، علي معلول يوزع جول. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. جول ملك الحلول علي معلول للرأس، هذا هو أهلي أكبر المواعيد. تمام، والأهلي جبت الدنيا كل واحد لوحده، ده صدمة المفاجأة بتوجع أكتر من صدمة الجفا نفسه. ما هي دي اللذة، هو هو في نفسه سلطان يا ناس. إلى اللقاء، إلى اللقاء في القفا القادم يا خريو. نفسي حد يقول لي هو شاف الجول بتاع الأهلي لما دخل أول مرة في نادي الوداد، هل شافه؟ الاخ اللي بيضحك هناك ده تتسحب منه الحاجه الساعه، ويتكتب قصادها سوء استماع وسخريه. اقفل ازازه عند بق ما تخبوها بس، عشان مش قاعد تاكل وتشرب وتقوم الكلمتين بنقولهم هتقعد تتغمز وتتلمز وتقعد تتكلم. دوسي لايك ملي شيء نايس، تقول لي فعال الجرس مالك؟ لو عجبك الفيديو هات لي ورقه اقرا كده. انت حلفت